سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بيان وبصحه وبخير. اليوم جيت راح نحكي لكم على تجربتي مع شامبو الصدفيه تاع لا مارك ابو سعد. كما تعرفوا كامل لا مارك هادي، والناس اللي تستولي برودوي تاعها كامل قالوا بلي لا مارك هادي ملاحه. وعن نفسي وعن تجربتي، لي برودوي اللي جربتهم من لا مارك هادي يعني كانوا في القمه. انا الفروه تاع الراس تاعي كنت نعاني من الحكه والقشره، لدرجه انه الحكه كنت ما تحبسش يعني كل يوم وخاصه في الليل، لدرجه حسيت باللي صرت لي التهاب في الجلده تاع الفروه تاع الراس. دونك ما رحتش للطبيب صراحه، قررت اني فركت في اليوتيوب وحوست على لي برودوي اللي يحاربوا القشرة واللي يصحوا الفروة تاع الرأس. وحبيت نجرب شامبوان هذا بالصدفة، يعني خرجت به نشري. كنت حبيت نشري انا الشامبوان تاع فافو، كنت حابة نتستي هو، لكن لقيت بالصدفة شامبو تاع ابو سعد، دونك شيتو هو لانه بحكم انه ارخص وحبيت نجربه. دونك جربته عندي شهرين، لقيت باللي الحكه نقصت بطريقه يعني نقدر نقول 100%. دونك الفروه تاع الراس دي ما بقاتش تاكلني، لكن القشره مازالت شويه ما تنحتش 100%. من ناحيه الالتهاب، هو راه يعالج الالتهابات الجلديه والحكه، اما القشره يعني لي بلاك هذوك تاع القشره ما ينحيهمش، ولكن القشره ديك اللي تجي اللي على شكل نقاط ينحاها. دونك كي تغسلي بيه ما تبقاش تلقاي هذيك القشره اللي تحلك على الكتف ولا تبان في الشعيرات في الغسيل، ما كان ينحاها. دونك اللي عندها، ننصح للي عندها القشره جاتها جديدة وبداتها يعني مؤخرا، مش على شكل صدفية، دونك اللي عندها الصدفية والإكزيما راهي الشامبو هذا راه ما ينحيلهاش. الشامبو هذا خاص باللي عندها قشرة جديدة وخفيفة، يعني مش قاوية، واللي عندها حكة. بس انا حبست الحكة 100%، اللي عندها حكة ننصحها بالشامبو هذا. ولكن الإكزيما والحالات كما يقولوا الحالات المضاعفة والحالات القاوية كما الصدفية والإكزيما، ننصح بشامبو، يشوف شامبو واحد اخر المفروض تاعو يكون اقوى. هذه هي البنات التجربة تاعي. دونك اللي عندها اي سؤال ولا حابة تهضر على تجربتها مع شامبو هذا، تحط في لي كومونتير وباه يستفيدوا الناس الكل. وشكرا.